اللي فوق السطور واللي ما بين السطور، كم حد كان مشهور، كم حد كان مغمور، واما الاتون بايد من الاحباط والسنين، والكل كانوا بعيد غيابه وحضور. انا وانت وانت كمان في القصه دي لينا دور، مش فارقه تطلع مين عطر بسيط دكتور. انا عندي ليك قائد أو زعيم حياته بتكون صعبة، مش بيتولد قائد، بيمر بتحديات تأهله للقيادة. عملت تحقيق صحفي عن أول زعيم للشعب العبراني موسى. صراحة تعبت جداً لغاية ما قدرت أكون وجهة نظر عن حياة موسى. في وقت عرفت أنه كان عايش في قصر فرعون، وقت تاني وصلت لي معلومات أن سابه عايش بين العبيد، وفجأة بقى قائد العبيد دول. أعرف موسى؟ اللي أعرف موسى طبعاً أعرفه، موسى ده حبيبي. ياه فكرتني، ده أنا فاكر ياما تولد وأمه وأخته يا عيني ما كانوش عارفين يخبوه فين من رجالة فرعون اللي كانوا عاوزين يقتلوه. أيوه حاكم فرعون ده كان مفتري، أيوه كان مفتري وشايف نفسه، وأنا ياما نصحته عيب يا فرفر ما فيش فايدة ركب دماغه. قام قولي وخدوا رأيي، وأنا دلتهم على فكرة إنما إيه، قلت لهم يحطوه في سبت ويسيبوه في النيل يلاقي قدره بقى. ونتيجة الأفكار الجهنمية دي بنت فرعون ذات نفسه هي اللي خدته وربطه في القصر. أيوة في القصر هناك، هنا هو تنزل من الدائرة تلاقيه في وشك على طول. دلوقتي بقى تلاقيه كبر وبقى راجل. يوه أيام، فينك يا موسى؟ كيف تصبح قائدا ناجحا؟ جميل قوي كتاب ده. فين فين؟ اذا اردت ان تكون قائدا ناجحا عليك باتباع الخطوات الاتيه. رقم واحد، ليكن عندك توجه ايجابي. توجه ايجابي احيانا ساعات يعني. رقم اتنين، خوض المخاطر. وده خدها ازاي دي بس؟ رقم تلاتة، واجه التغيرات الكبرى. ايه الاحباط ده؟ واجه التغيرات الكبرى. خلاص هواجه. هتجن يا دكتور، هتجن. تخيل يا دكتور، تخيل ايه؟ انا كنت في قصر فرعون ملك اللي اقوله ايد ها؟ وبعدين اصحى في يوم وليله الاقي ان عندي ام واخ واخت وعشيره ويطلعوا لمؤاخذه عبيد. الله يرضيك، لو مطلوب مني انا يا دكتور ان اقود الشعب ده واخرجه بره. طب ازاي؟ قول لي حضرتك ازاي؟ اهدى، قول لي ازاي؟ اهدى يا موسى، قول لي ازاي؟ اهدى يا بابا، انت كده هيجي لك انهيار عصبي حاد. اهدى اهدى. طب ازاي؟ عايزني انا اروح لفرعون اللي انا عارفه كويس وبتربي، قول لحضرتك بتربي عنده، واطلب منه انه يخرج الشعب ده ويرحمه ويعتقه. ده انا لسه عارفه من يومين الشعب ده. الشعب من يومين. طيب حبيبي انا مش شايف المشكله. المشكله فين؟ المشكله اللي انا عارف فرعون كويس. فرعون دماغه ناشفة ولا يمكن هيرضى. طب انا هسأل حضرتك سؤال. اتفضل اتفضل.
اشمعنى انا؟ اشمعنى؟ اه ها؟ يعني ليه؟ ليه؟ وبعدين يعني حضرتك لو تاخد بالك ايوه مفيش جملتين بيطلعوا على بعض مني. لا ما هو واضح، ما انت مصدع دماغي اساسا. شوف حضرتك خدت بالك اهو. معلش يا دكتور، يعني النهارده معلش اعذرني انا متوتر شويه. لا 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 خالص، ما تقلقش خالص. ممكن انا اسالك سؤال؟ اتفضل حضرتك حبيبي. ايه القرار بقى؟ هتعمل ايه؟ ايه بقى؟ لسه بتقول ان مفيش اله غيرك انت والهتك؟ حتى لو فيه اكيد مش هيكون اقوى من كل الالهه اللي بيعبدوها المصريين. بعد كل اللي جرالك ده انت وشعبك بتكبر؟ شعبي وانا حر فيه. شعبي عنده الهه تعوضه عن اللي جراله. الهتك ضعيفه يا فرعون. حتى لو كانت ضعيفه العبرانيين دول بتوعي ومش حاسبهم. العبرانيين عندهم اله قوي يدافع عنهم. الهك ده اخره يقدر على الزرع، الميه، البهايم. حتى لو الموضوع وصل لكل الابكار بتوع مصر وابنك البكر موسى، خد شعبك واطلع برا مصر، مش عايز اشوفكوا تاني. اخيرا الشعب خرج، مبروك. الله يبارك فيك يا دكتور، يا ريته ما خرج. ايه يا عم بتقول كده ليه؟ يا دكتور انت مش فاهم، انا بقود الشعب ده في صحراء، يعني رحيل المجهول. طب فاكر ده يا موسى؟ ايوه فاكره، ده اللي حطوني فيه وانا صغير عشان ما اموتش. بتوريهولي ليه دلوقتي يا دكتور؟ عشان لما حطوك فيه وانت صغير كنت برضو رايح للمجهول. ايوه يا دكتور، بس ساعتها كنت لوحدي، دلوقتي في شعب في رقبتي، والشعب ده محتاج يطمن وعنده مطالب كتير. طب ما تطمن. مش لما اطمن انا الاول؟ ده ايه ده كمان؟ دي مطالب الشعب يا موسى. اعمل ايه مع الشعب ده؟ بس شعب كبير ومطالبه كتير ودماغه ناشفه، هسيطر عليه ازاي لوحدي؟ قولي ازاي. القائد مش لازم يبقى عبقري يدوس على الزرار يلاقي حل لكل حاجه، لازم التحديات والمصاعب هي اللي تقوده لابتكار الحل. مفيش قائد دلوقتي بيحب يتعب ويتحمل ويقبل المخاطر عشان ينجح. قسموا الشعب مجموعات، وكل مجموعة نعين عليها قاضي من كل سبط، وكل قاضي يجيب لنا أخبار ومطالب شعبه، وفي اجتماع أسبوعي لكل قاضي عايز أعرف كل أخبار الشعب، عايز أعرف مطالبهم كلهم. شكراً، تفضل. موسى مر بتحديات صعبة في حياته، والله قدر يستخدمه بالرغم من نظرته لحياته الصعبة، وبقى أعظم قائد في البشرية، وقام بأهم حدث في حياة شعب الله وهو خروجهم من أرض مصر، وده نتيجة أنه ما اعتمدش على قدراته المحدودة واتكل على قوة الله اللي ظهرت فيه.